إثارة ناتجة عن لوح التزلج البحري. الجولة الكلاسيكية في مدينة الملاهي التي تذكرنا بأننا لا نزال على قيد الحياة. إنها مثل دورتنا الدموية التي تتسبب في إبقائنا أحياء. هذان الأمران يقاومان جاذبية الأرض. الأمران يتضمنان أنظمة نقل تتحرك. دورتنا الدموية تنقل ثلاثة أنواع من المسافرين: الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح. هذه هي الصفائح، إنها تصنع من خلايا النخاع العظمي. الصفائح وكريات الدم تشكل 45% من دمنا، أما الباقي فهو البلازما ب 90% مياه و 10% مواد كيميائية. تنفصل البلازما وتتحول إلى سائل أصفر. في نقطة الدم العادية يوجد 5 ملايين من كريات الدم الحمراء في مقابل 7000 من كريات الدم البيضاء وربع مليون من الصفائح. يجري في أجسادنا حوالي 5 لترات من الدماء، تجري وتتوقف من خلال البلازما. تقوم الخلايا الحمراء بنقل الأكسجين وبعض ديوكسيد الكربون، وتقوم الخلايا البيضاء بمحاربة الأمراض، وتقوم الصفائح الصغيرة بمساعدة الدم على التخثر. حاز النمساوي كارل لاندستاينر على جائزة نوبل في الطب لتعريفه فئة الدم المختلفة. 40% منا يحملون فئة الدم O، و40% A، و12% يحملون الفئة B، و8% يحملون الـ AB. معظم الفئات الأربع لا تمتزج، لذا إنه لأمر أساسي أن يتلقى المريض أثناء عملية نقل الدم الفئة التي تتلائم مع فئة دمه. فحوص الدم ضرورية، إن الخطأ في هذا المجال قد يكون قاتلا. إن مطابقة الدم عملية أكثر تعقيدا، لأن الكريات الحمراء هي أما ريزس إيجابي أو ريزس سلبي، 80 منا إيجابي والباقي سلبي. المعطيات الصحيحة أساسية عندما تكون الحياة معلقة بعملية نقل دماء. في إعطاء الدم الفئة أو ذات الريزس السلبي هي الأكثر استعمالا، وهي تسمى الفئة المانحة العالمية، لأنه في حالات الطوارئ تكون مقبولة من الفئات كافة، بما فيها بالطبع فئة الأو ذات الريزس السلبي نفسها. من هؤلاء الذين يتلقون الدماء فإن الفئة الأكثر استفادة هي ريزس أي بي الإيجابي، والتي يمكن لها قبول الدم في حالات الطوارئ من كل الفئات الأخرى. لدينا نظامان لتحرك الدم، في أحدها تتدفق الدماء بين القلب والرئتين، في الآخر بين القلب وبقية الجسم. القلب جهاز قوي للغاية، إنه يضخ دم فورا في الجسم خلال دقيقة واحدة، وفي خلال يوم واحد يستطيع أن يملأ خزانا يتسع 10,000 لتر. وفي متوسط عمر الإنسان فإنه يدق 4 بلايين مرة، ويستطيع ملأ 5,000 بركة سباحة. البطين الأيسر للقلب يقوم بضخ الدم عبر الجسد من خلال الأوردة وأوعية رفيعة جدا وشرايين. تقوم الأوردة بنقل الدم من القلب، في حين تقوم الشرايين بإرجاع الدم إليه. لدينا ما يقارب 100,000 كيلومتر من الشرايين الدموية، من خلالها يسير الدم بمعدل 0.5 متر في الثانية. أصغر الشرايين الدموية هي الشعيرات الدموية. تتغذى عضلاتنا بواسطة الشعيرات الدموية. عندما نتمرن فإنها تمتلئ بالدماء. هنا في الأيسر يدخل الدم الطازج إلى الشعيرات الدموية لتغذية العضلة باستهلاك الدم وإخراج الفضلات، فإنها تخرج من جهة اليمين. لاكتشافه كيف تنظم الشعيرات الدموية تدفق الدم، كيف تحتقن بالدم عندما تعمل العضلة، حاز دين أوغست كروغ على جائزة نوبل في الطب. اكتشف كروغ أيضا تبادل الغازات في الرئتين، كيف تنتشر فضلات ديوكسيد الكربون من الدم وتنبعث، وكيف ينتشر الأكسجين المستنشق في الدم لكي يضخ في كل أنحاء الجسم. مع ضخ القلب الدم منه يكون ضغط الدم عاليا بين الدقات، مع استرخاء القلب كذلك يكون حال ضغط الدم. هذه هي القراءات العالية والمنخفضة لفحص ضغط الدم. مهما كان ما نفعله فإن موجات من الانقباضات في جدران أوردتنا تساعد في تسريع وصول الدم إلى عضلاتنا المتعطشة للدم. في النادي الرياضي أو في الجبال فإن استجابة دورتنا الدموية تكون عالية، فهي تزودنا بالطاقة والكيميائيات والهرمونات التي تتسبب بإبقائنا متحركين. أحد هذه الهرمونات هي الأنسولين، والذي تم عزله بداية بواسطة الكنديان فريدريك بنتينغ وجون ماكلويد. لقد حازا على جائزة نوبل في الطب. فالإنسولين ينظم عملية تحويل الجلوكوز إلى الجلوكوجين. في حال فشل هذه العملية كما هو الحال في مرض السكري،
فإن على هذا الهرمون أن يحقن في الجسم. هذه هي بلورات الإنسولين في الدم في حالات السكري. إنها مسألة مصيرية أن يتم ضبط مستوياته. من أجل تطوير تقنية راديو إيميونو أسيز، فازت الأمريكية رازلين يالو بجائزة نوبل في الطب. الجزئيات الصغرى في شريان الدم هذا هي بروستاغلاندينز، إنها تضبط تدفق وتخثر الدم، ولكن عندما يتم إنتاجها بما يزيد عن المعدل فإنها تتسبب بآلام شديدة تزول فقط كما هي الحال هنا عندما يدخل الأسبرين الدورة الدموية. من أجل أبحاثهم حول البروستاغلاندينز والأسبرين، فاز هذا الثلاثي بجائزة نوبل في الطب، سوني بورغستروم وبانجيت سامويلسون من السويد وجون فان من بريطانيا. هذا الأسبرين الذي يداوي كل شيء له تأثير إيجابي آخر بتخفيفه لمخاطر تكون جلطات دموية، فإنه يوقف الذبحات القلبية والسكتات الدماغية. ما نتناوله من طعام يؤثر في مدة سلامة دورتنا الدموية. هذا الصحن المليء هو صحي، ولكن نظام طعام مليء بالدهون يرفع نسبة الكوليسترول في الدم. في الدول النامية تعد أمراض القلب بمثابة القاتل الأكبر. لعملهم على الحوامض الدهنية والكوليسترول، حاز الأمريكي كونراد بلاش والألماني فيودور ليانين على جائزة نوبل في الطب. مع أن الجينات تشكل عوامل مؤثرة أيضا، إلا أن طريقة العيش تؤثر في الإصابة بمرض تصلب الشرايين وانسداد شرايين الدم، خصوصا قلة التمارين الرياضية وشرب الخمر والتدخين. ومع النظام الغذائي الذي نتبعه، فإن الرابط بين الغذاء المليء بالدهون وأمراض القلب هو رابط متين. ففي هذا الطبق من الطعام ليس الطعام هو المضر، ولكن الدهون التي قلي بها هي كذلك. على مر السنين ومع تناول الطعام الغني بالكوليسترول، فإن جدران شرييننا الدموية تصبح أكثر سماكة وصلابة. لقد تشارك الأمريكي مايكل براون مع زميله جوزيف جولدشتاين في الفوز بجائزة نوبل في الطب، لأنهما كانا أول من برهن على أن النظام الغذائي الغني بالكوليسترول يزيد الكوليسترول في الدم. قد تكون النتيجة على هذا الشكل، فمع تكون الكوليسترول تبدأ صفائح دهنية بالتجمع في شرايين الدم. في النهاية قد تتشكل جلطة وتوقف تدفق الدماء. إذا حدث ذلك في مكان قريب من القلب، فستصاب الضحية بأزمة قلبية. في حال توقف تدفق الدماء في الدماغ، يكون هناك سكتة دماغية. إذن ما الذي نستطيع القيام به فيما يتعلق بمرض الشرايين القلبية؟ الوقاية بالطبع هي الأفضل، ولكن عندما تتطور الأعراض عليكم اللجوء إلى العلاجات المتوافرة. أندرو كورناند من أمريكا وفيرنر فورسمان من ألمانيا فازا بجائزة نوبل في الطب، مع الزميل الفائز أيضا ديكنسون ريتشارد، قاموا بتطوير القسطرة القلبية. بواسطة كاميرا مزودة بأشعة إكس بهدف إرشاده، يقوم الجراح بإدخال قسطرة في قلب المريض. إن عملية القسطرة القلبية تسمح بالحصول على أفضل تشخيص طبي من خلال القيام بذلك. بإمكان الجراح تقدير ضغط الدم وكميته، وكذلك وضع غرف القلب والأوردة التاجية. ففي العقود الماضية حاز الفرنسي أليكسي كارال على جائزة نوبل في الطب، لأنه ابتكر تقنية جديدة لإعادة ربط الشرايين الدموية. وسط الحالة الخطرة للشرايين القلبية التي كانت منتشرة في العالم النامي، ألهم كارال بريادته التقنيات الحديثة الموجودة في أيامنا. فالجراحة هي الخيار الأخير، ولكن السبب في ذلك يعود إلى كارال. فمريض اليوم نادرا ما يعاني من النزف أو الانسداد الدموي في مرحلة ما بعد العملية. مرض الذبحة الخانقة، مرض تصلب الشرايين، الذبحة القلبية، السكتات الدماغية، أمراض الشرايين تستمر في حصد الأرواح. إن الرواد الحاصلين على جائزة نوبل يقدمون المساعدة لكي يحددوا لنا المسار، ولكن في نهاية الأمر علينا نحن الانتباه لدورتنا الدموية. مثل صديق قديم مرحب به دائما في المنزل، يشكل جهاز الراديو رفيقا لطيفا. إنه أول وسيلة إعلام إلكترونية. مع بدء البث المنتظم عام 1920 أصبحنا على تواصل مع العالم. غوليلمو ماركوني
ولد في بولونيا إيطاليا عام 1874 واخترع جهاز الراديو. إنه ابن آني جيمسون من عائلة إيرلندية. والده هو جوسيبي ماركوني، مالك أراضي ورجل معروف في البلد. لقد كانا يعيشان بأسلوب معتبر. في منزلهم الريفي اختبر ماركوني جهاز الراديو. عام 1895 أرسل إشارة لمسافة كيلومترين ونصف الكيلومتر. في السنة التي تلت غادر ماركوني الذي كان يبلغ 22 من عمره إلى لندن. بعد أن فشل في إثارة اهتمام الحكومة الإيطالية بالراديو، أراد متابعة اختباراته في إنجلترا، وهي أرض خصبة للاختراعات والمشاريع الجديدة. لقد قدم إليه ويليام بريس، وهو رئيس المهندسين في رئاسة مكتب البريد البريطاني، عرضا، ولكن قبل أن يقبله ومدفوعا من قبل عائلته، طلب ماركوني مشورة قانونية. لقد أراد هذا الشاب بكل بساطة أن يختبر، ولكنه كان ذكيا كفاية ليتبع نصيحة أهله. لقد طلب براءة اختراع. عام 1896 وضع في ملفات الرسوم والأوراق لأول جهاز من دون أسلاك في العالم. لاحقا في ذلك العام حاز على براءة هذا الاختراع، ولقد ذكر في تلك البراءة: بالاستناد إلى هذا الاختراع، الأعمال والإعلانات المرسلة عبر الأثير والأرض أو المياه بوسائل التذبذب الكهربائية ذات الترددات العالية. لقد دخل ماركوني في مجال العمل هذا. هنا يتفحص مهندسو مصلحة البريد تجهيزات ماركوني، وهي ترسل الإشارات لمسافة 14 كيلومترا، وهو رقم قياسي. يتم عرض مميزات جهاز ماركوني في محاضرة شهيرة. العلبة الصغيرة في الأعلى تحتوي على جرس، وهو يرن عندما يلتقط جهاز الاستقبال إشارة راديو. الإشارة مرتبطة بالجرس بواسطة السلندر إلى اليسار. إلى اليمين توجد الوحدة التي تجمع الإشارات الواردة وتحولها إلى تيار كهربائي وتجعل الجرس يرن. هذه البطاريات تؤمن التيار. في هذه المحاضرة حمل ماركوني جهاز الاستقبال، وبين فترة وأخرى ومن أجل تسلية الجمهور يقرع الجرس مع قيام المحاضر على المنصة بإرسال إشارة. كان المحاضر هو ويليام بريس من مكتب البريد. كان بريس يستخدم جهاز ماركوني للبث مثل هذا. لقد كان ذلك بمثابة نصر ترويجي. لقد دعت الصحف بشكل خاطئ ماركوني بأنه مخترع الراديو، عوضا عن الرجل الذي جعل الراديو يعمل. عام 1898 أرسل لورد كالفن، وهو الرجل الذي اخترع مقياس كالفن للحرارة، أول تلغراف تجاري. لقد تم إرساله بواسطة الراديو إلى البر الرئيسي من محطة ماركوني على جزيرة وايت خارج الساحل الجنوبي لإنجلترا، ومن ثم إرساله بواسطة سلك إلى غلاسكو. ولكن كان لماركوني أفكار أخرى، ففي أمريكا الشمالية كان فريقه يحضر لإطلاق مجموعة من اللواقط. كان حلمه إرسال الإشارات عبر الأطلسي بواسطة الراديو لالتقاط الإشارات المرسلة من إنجلترا بواسطة لاقطه في منطقة نيوفنلند. عند 3400 كيلومتر كان المحيط في المكان الأقرب. في إنجلترا تمكن مهندسو ماركوني من دق 3 إشارات من شفرة مورس الحرف S. قال المشككون إن الإشارة ستضيع في الفضاء، ولكن بثقة تامة وعند الساعة 12:30 من بعد ظهر 12 من كانون الثاني ديسمبر عام 1901 تم التقاط الدقات 3 في نيوفنلند. لقد ولدت في هذا المكان الاتصالات اللاسلكية العالمية في محطة بث ماركوني في بولدو كورنول في جنوب غربي إنجلترا. عند محطة الاستقبال على تلة الإشارة في سان جون نيوفنلند، إنه رجل الساعة غيليلمو ماركوني المخترع ورجل الأعمال. بإدراكه للإمكانات الواسعة المتاحة للراديو، عمل بسرعة على تأسيس شركة في الولايات المتحدة. عام 1902 قام بتأسيس الـ RCA، شركة راديو أمريكا. وكان لديه في لندن شركة التلغراف والإشارة اللاسلكية، وفي خلال عقد أول مصنع لإنتاج أجهزة الراديو. هذا هو اللاقط الرئيسي اللاسلكي من إنتاج ماركوني، لا يزال واقفا حتى يومنا هذا في شيلمسفورد شمال شرقي لندن. كان اختراع الراديو خبرا عظيما. عام 1907 قام بتسليم الأخبار عبر أول مرسل للأخبار عبر الأطلسي. قام ماركوني بافتتاح أول خدمة نقل رسائل للصحف وللعامة.
يعود السبب في التوقيف المثير للعواطف إلى الدكتور كريبن إلى الراديو. لقد قتل كريبن زوجته واختفى مع عشيقته. تم التعرف إلى هذين الزوجين المتنكرين بواسطة قبطان سفينة تجارية تبحر من إنجلترا. من وسط المحيط الأطلسي قام بالاتصال بسكوتلاند يارد بواسطة الراديو. عندما توقفت السفينة في كندا تم توقيف كريبن وشركته. لقد جن جنون الصحافة. إنه العام 1910 وينجح الراديو في سوق المجرمين إلى العدالة بواسطة محطة ماركوني غير السلكية. إن كارثة التايتانيك عام 1912 مثلت أفضل أيام الراديو، فقد تم إنقاذ 705 أشخاص بسبب نداء استغاثة صادر عن باخرة هالكة، ولكن مع غرقها وسكوت جهاز الراديو الموجود عليها ساد الغموض الوضع. لقد أعلن مالكو التايتانيك أن جميع الركاب سالمون. إن السبب المحتمل لذلك هو أن قبطان السفينة كارباتيا التي أنقذت العديد من الركاب أعطى الأولوية لرسائل النجاة التي أرسلوها. لم يكن هناك من ذكر للحادث الحقيقي الجاري. بحسب مالكي السفينة فإن السفينة كان يتم قطرها إلى هاليفاكس. القليلون كانوا يعلمون بأن أكثر من 1500 شخص قد غرقوا وبأن التايتانيك قد غرقت، ولكن الاتصال اللاسلكي تسبب بإنقاذ حياة الكثيرين. فمع صدم تايتانيك لجبل الجليد أطلق عامل الراديو رسالتي استغاثة CQD، وهي تعني تعالوا بسرعة خطر، وSOS وتعني أنقذوا أرواحنا. لقد كان على ماركوني وزوجته أن يستقلا سفينة التايتانيك، ولكن لحسن الحظ أنهما لم يتمكنا من القيام بذلك. ومع ذلك فقد تم التعاطي مع ماركوني وجهاز الراديو كأنهما بطلا الحدث. عمل ماركوني وكأنه بطل العلم. لقد تم غمره بالتكريم واعتباره كأنه الأفضل من بينهم. تم منحه جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1909. إن الإشارات الأولى للراديو كانت بشفرة مورس، وهي نقاط وخطوط أفقية صغيرة تمثل الأبجدية. لقد بدأ بث الكلام جديا عام 1920 عندما قام ماركوني بافتتاح خدمة نقل أخبار اختبارية. من قاعدته الإنجليزية في تشيلمسفورد كانت الأخبار تبث مرتين في النهار. لاحقا في عام 26 بدأت أجهزة البث هذه بالإرسال عبر محطة وصل بالموجات القصيرة إلى كندا. ولكن كيف يعمل الراديو؟ في البداية يتم تحويل الكلام إلى إشارات كهربائية بواسطة الميكروفون، ثم يتم ضغط هذه الإشارات الصغيرة بواسطة مضخم، وبعد ذلك وضعها بسرعة على موجة حاملة يتم إصدارها بواسطة مذبذب. هذه هي الإشارات في موجة AM، وهذه هي الموجة الناقلة لها. فموجة AM أو الترددات العريضة جيدة لبث الموجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وهذه هي موجة FM تضمين التردد، وهي جيدة للمسافات القصيرة وللبث العالي النوعية. يتم تحميل الإشارات إلى جهاز الناقل. في الجهة الأخرى تتذبذب الإلكترونات في جهاز الهواء اللاقط بنفس تردد الموجة الحاملة. يقوم جهاز الاستقبال بفك رموز الإشارات ويعيد إنتاج الكلام الأصلي عبر موجات صوتية من مكبر الصوت. لقد تزوج ماركوني مرتين. كانت زوجته الأولى بياتريس أوبراين من الأرستقراطية الإيرلندية. لقد تزوجا عام 1905 ورزقا بولدين. ثم تزوج ماركوني بشابة إيطالية، كانت الكونتيسة ماريا كريستينا بيتزي سكالي من روما. رزقا بابنة واسمها إلكترا، سمى يخته لاحقا باسمها. لقد كان هذا الاختراع للمتعة والأعمال، لأن ماركوني لم يستسلم يوما. مع طوافة البحار كان يرسل إشارات إلى محطات اختبارية على الشاطئ. في العشرينيات كان مهتما بالموجات القصيرة، في الثلاثينيات بالموجات المصغرة. في عام 1935 شرح مبادئ الرادار. لقد أورث غوليلمو ماركوني العالم الراديو والتأسيس لقريتنا الكونية هذه.